بلا طول سيري الخط الساخن 71 106 111. رح نبقى على الطريق. لفت نظرنا مؤخرا حملات عديدة من مصارف ومؤسسات مالية تشجع على الاستدانة بلغة تمجد المال وتجعل من الاقتراض أمر سهل وأساسي وحلو. هيدا علما أنه بالمفهوم اللبناني التقليدي الدين مش سهل ومش أساسي ومش شي حلو. والأمثال كتيرة على هالشي، من عقد بساطك مد إجريك للمديون حمار الدين، للدين ودين بتغرق ما بتبين، لدينه بحبك طالبه بيسبك، وصولا للي بيتجوز بالدين بيجي ولاده بالتقسيط. في كفة من هلا لبكره، بس رح اكتفي بهالقدر. مناسبه هالحلقه مش بس زياده الاعلانات المشجعه على الاستدانه، وانما دليفري القروض، وهي قائمه او منيو، مش يعني منيو مطاعم، بس مثل منيو اللي بنشوفها بالمطعم. فيك تنقي القرض اللي بدك اياه، بتطلبه دليفري وبيوصل لعندك على البيت من دون كلفه اضافيه. غير دليفري بالمنطقة. كيلو حامض، مندوش فلافل، اها، بيتم بنك، عنين قاز، تخليك بدك اياها بشوانك ولا بلا شوانك؟ دليفري للأكل، دليفري للورود، دليفري للأرجيلة، واليوم دليفري للمصاري. خايس وحال، حطينا رقمك. I'm talking about this. Money doesn't just buy you a better life, better food, better cars, it also makes you a better person. كل شي عليكم تعملوه تفتحوا المنيو وتستحلوا. اتصلنا لنشوف شو القصة. اهلا بكم في شركة، اذا كنت تعرف الرقم الداخلي للشخص المطلوب اطلبه الان او اضغط 0 لعاملة الهاتف. Welcome to the first customized lending boutique in Lebanon. هيدا مش حيلا بوتيك، هيدا بوتيك للقروض. الو، الو، مرحبا. اهلا، اذا بدي استفسر عم شوف في هيدي اللون دليفري منيو، بدك تقدم على لون يعني. اوكي، قدموا، بتقدموا على التليفون. اوكي، خد منك الورق ونقدم لك الابليكيشن على التليفون، وبس يخلص ملفك كمان ببعث لك حدا ليعطيك التشيك من قبضك يعني على التليفون. دير باي مود. وشو هن الورق المطلوبة؟ بيت راتب. اوكي، صورة عن الهوية وجوة. بعت لك هن صور يعني ولا؟ بعتهم باي ميل، فيك تبعتهم ثرو واتساب اللي بدك اياه. سمارت فون لون، ويدنج لون، هانتينج لون، وحتى إذا حابين يصير عندكم كلب بيت لون. فكرة غريبة مش حلوة، ليك المين كورس والستارترز يا حبيبي على المينيو. لون دليفري منيو، ماني كويك اند ايزي لونز. شو ها؟ هي؟ لون دليفري؟ اه، ذيس از فور ريل؟ انه هذا شيء مظبوط؟ شو ها؟ بس بقى بيت لون؟ أنا جديد يا ودينج لون، هذا بيتداين ليتجوز؟ ودينج ماشي، وأنا شو ها؟ كومبو. ما لنا فيها يا زلمة، ما لنا فيها. بياخد لون؟ إذا بقعد تحت الشمس 30 ساعة ما بياخد لون. بالنهاية القصة قصة مصاري، الجمال صار فينا نشتريه والسعادة كمان، ولا لا؟ طلبنا من الشركة المعنية المشاركة بالحلقة، ولكن حطوا علينا شروط فاضطرينا نعتذر. ظاهرة القروض الصغيرة أو القروض الدليفري، هل هي حل أم فخ أم مؤشر لأزمة اقتصادية؟ حول الموضوع برحب بالخبير المالي عبد الله حرفوش، أهلا وسهلا فيك، وبالخبير في التسويق والابتكار وتطوير الحملات ماهر مزهر، أهلا وسهلا فيكم. طبعا في أنواع عديدة للقروض، قروض يعني للعمال، قروض للعمل، قروض شخصية، قروض استثمار، قروض كبيرة، قروض صغيرة. موضوعنا لليوم هو القروض الشخصية الصغيرة، بس طبعا بنعرف كمان مثل ما بتقول الأمتار، مثل ما المصاري بتجر المصاري، كمان الدين بجر الدين. اسمح لي من عندك بلش استاذ عبد الله، شو رأيك بهالنوع من الحملات التسويقية اللي بتمجد المصاري وبتخلي يعني الدين يكون
يبين هالقد شيء سهل وشيء طبيعي وعادي. صراحة ثانك يو زفان لاستضافتك لنا ولتضويع هالموضوع اللي هو كتير مهم وكتير أساسي، واللي عم نشوفه نحن حاليا هو عبارة عن عادات سيئة نوعا ما، بس عادات عم تنخلق عند الأشخاص لحتى يصير بالنسبة لإلهم مثل قد ما هو الدين صعب وتقيل، ما بيقولوا الدين تقيل، عم بيصير بالنسبة وبنظر العالم بالأول شيء كتير سهل وهي وهين ومناخده ومنه صعب، بس بعدين ترجع تطلع الصرخة لما بتطلع، لما بيحسوا عن جد بتقلوا. وهون الشيء اللي لازم نضوي عليه مثل ما كنت عم تقول، انه اليوم في نوعين كرود، عندك الكرود السيئة وعندك الكرود المنيحة. الكرود المنيحة اليوم رح نكون عم نحكي عنها هي الكرود تبع الواحد بده يفتح بزنس، بده يفتح شركة او الى ما هنالك، بحاجة لتمويل معين وهذا شيء منيح، بده يشتري بيت، يعني في عندك شيء اساس، هو الاساس. هلا الكرود السيئه هي الكرود يلي منا أولوية بالنسبة للشخص يعملها، بس عم بيعملها نظرا للبروباغندا يلي موجودة وللطلب يلي عم يعني للبروغرامينج بروغراماسيون، للطريقة التفكير يلي عم بيضطر يفكر فيها الشخص. بمعنى إذا اليوم يعني هي الكماليات، وهل الإعلانات اللي بتحول الكماليات أو المظاهر لأساس أساسية 100% بيوصل الشخص لمطرح إنه إذا ما أخذ هيدا القرض هو عم بحس حاله ناقصه شيء أو ناقص بالمعرن هيدا، إنه لا لازم آخذ هيدا القرض لحتى اعمل هيدا الشيء. وهيدا الخطوره وين؟ الخطوره انه المجتمع تبعنا عم بيتحول لمجتمع مديون، بمعنى انه بده شغلته هلا، وهذا اللي بيشجعوه اياه، انه بسيطه خي، مش ضروري تصمد، مش ضروري تنطر، مش ضروري تلاقي طريقه لحتى تجيبه هلا، خده وقسط على مهلك ب 30 دولار و 40 دولار و 50 دولار، اوقات سيلولار هلا صاروا عم بيقسطوه، يعني السيلولار بيبقى حقه 500 دولار بدل ما ينطر تيجمع بيجي بيقسطه بالاخر تياخده. وهون الهابتس او العادات اللي عم تنمى عند الاشخاص ان كانوا الكبار وحتى على الجيل اللي عم يطلع، انه بسيطه بنتدين بنتدين ونشوف كيف نرد، بلا ما ينتبهوا انه اذا مره ما قدروا يردوا هون رح توقع مشكله. ومثل ما قلت الدين بجر الدين، يعني اليوم اذا تدين اول مره وما قدر بده يغطيها عم بيروحوا لمطرح أسوأ، عم بياخذوا دين لون اكبر تيغطوا، مثلا بياخذوا كريدت كارد فور اكزامبل ما قدروا يغطوها، بياخذوا ساعتها بيرسونال لون اكبر لحتى يغطوا الكريدت كارد، بفوتوا بكمبيالي اكبر. انت يعني فينا نعتبرك من ملوك المشجعين على الاقتراض، انت المسؤول او انت من صمم الحمله الشهيره من 10 سنين اللي هي القرض من اجل التجميل وبعدين القرض من اجل المساعده على الانجاب، هدول يعتبروا وقتها يعني التحولات بطريقه الماركتينج والتسويق بلبنان. فينا اذا بدك هلا انا وياك نحتفل بالذكرى العاشره كانه امبارح، بتعرف بس كانه امبارح، هيدا طبعا الاعلان اللي يعني ما بقى حدا الا ما حكي فيه. شو رايك باللي قاله استاذ عبد الله؟ اللي قاله صحيح 100%. انا بعطيك مثل حتى المشاهد بيقدر كمان يشوف ويفكر معنا فيه. اليوم شخص بيشتري سياره قدرة تسرع up to 240، هل أنت بتمشي فيها 240؟ السؤال يبقى الإنسان شو القرار يلي عم ياخده تجاه مش بس القروض بالعالم، تجاه السلع يلي عم تنعرض، لأنه مثل ما قال عبد الله نحن اليوم عم نعيش بمجتمع استهلاكي، يعني هدف كل هالشركات بالعالم تقول لك خذ واستعمل واستهلك أكثر، بس نحن لازم نعرف قديش بنحمل ونحن لازم نعرف نحط أولويات. شو اللي بس هي الميديا ما عم بتساعدك اكيد لانه بدها تسوق، يعني الشركات اليوم بدها تسوق لحتى تبيع. هلا قال شغله مهمه عبد الله، انه خلينا نشوف شو المهم للمستهلك. لما اجريت انا دراسه لوصلنا عن قديش اهميه قرض الخصوبه بلبنان، تبين معنا بوقتها من 10 سنين انه في 18.7% من الثنائي اللبناني لبنيز كابلز ما بيقدروا يجيبوا اولاد الا بمساعده طبيه، يعني عم نحكي حوالي 19%. بوقتها حكينا مع نقابه الاطباء ومع جمعيه الخصوبه بلبنان، قالوا نحن بنعرف انه في عندنا 15% من اللبنانيين ما بيجيبوا اولاد. طب اليوم لا عندك الدوله عم تعطي تسهيلات لهالموضوع. لا شركات الانشورنس برا في بلدان باوروبا، شركات الانشورنس بتأول لك بتأمن لك اول تريتمنت او ثاني تريتمنت ببلاش. ما حدا عم بيقدم مساعدات للناس التي لا تستطيع. هيدا الخصوبة عن التجميل، التجميل اذا بتطلع او مثل الخصوبة لل يعني لا تغطوا على التجميل بعد ما تحلوا جوزناهم اذا بتطلع بالدراسة اللي انعملت عن قروض التجميل
اكيد بالاعلان اليوم طلع صبيه شقره حلوه عيونها زرق منخارها صغير فيفا، بس اذا بنطلع ورا هالدراسه شو فيه، نطلع انه الناس شو قالت شيء خطير، يلي دائما بيقولوا ماهر مزهر قال اذا منك حلو ما فيك تلاقي وظيفه، مش انا قلت هيك، الناس يلي حكيناها زمان شيء بيخوف. في ناس قالوا انا بلبنان اذا شكلي منه حلو ما فيني الاقي وظيفه، مش انا، الناس اللي عملنا معهم مقابله. انا بلبنان اذا شكلي منه حلو الناس ما بتتقبلني. So انت بعدك عم تبرر بعد 10 سنين يعني. لا انا ما عم برر، انا عم اقول لك هو دائما يعني اي حمله يعني مثل ما اليوم الدليفري كمان معموله لانه في ناس مش قادره تجيب قصص بحياتها، يعني دائما هيدي عم بتلبي حاجه، بس كمان بنفس الوقت عم بتغير مفاهيم وعم بتشجع العالم لتتدين لامور من دون هاي الاعلانات يمكن ما رح تفكر بانه تتدين كرمالها. سوري في اقول شغله بس اللي عم بيقوله ماهر مزبوط 100% بشغله، اليوم الانسان بده يعرف يميز بين حاجته للشيء وبين عباله يعمل شيء، بين النيد وبين الوانت. اليوم اذا شخص مثلا لا سمح الله صار في حريق تشوه وجهه، هيدا بحاجه انه لو ما معه مصاري ياخذ هيدا القرض ويظبط وجهه، بس اليوم لما شخص بيكون بده يكون مثل اكس ممثل وهيك بده يدفع مصاري وما معه ليره كرمال تا يصير مثله، لا هيدا صار غير. لانه اذا بدي امشي بذات المنطق تبعك كمان بدي اقول انه الشركه اليوم اللي عم تعمل قروض دليفري ب 50 دولار و100 دولار و500 دولار عم بتخفف من عجقه السير، فيها تكون حاطه براسها انه ما دام العالم تجي لعندي انا بخفف من عجقه السير وببعث لها. بعيدا عن هيدا المنطق، تعويد العالم على الدين ويتحول الدين الى اسلوب حياه، شو تعليقك عليه؟ وشو رايك بموضوع القروض الدليفري؟ اولا اللي قاله عبد الله انا اؤكد عليه، اليوم لو الموظف، انا كنت مدير وكنت موظف لعشرين سنه، قادر بمدخوله يدفع كل الاشياء اللي حابب يشتريها ما بيتدين. انا وقت كنت موظف ما كنت اتدين الا اذا بدي اشتري شقه، يعني شيء اذا بدك بعتبره انا بالنسبه لي اساسي، وحتى اذا ضفت عليه الفوايد ما بعتبره مشكله. ولكن لما اليوم الانسان منه قادر بيبقى راتبه على 10 15 سنه هو ذاته او بزيد 1 و2%، منه قادر انه يدفع الاشياء اللي حابب او ضروري يشتريها او مش عم يقبض من الاساس او مش عم يقبض بيروح بيتدين. فاذا يس هذا دليل، منه دليل عافيه، دليل في مشكله أزمة واصلين عليها رح يصير في تراكم ان شاء الله. لا هلا المنيح اللي انعمل من قبل مصرف لبنان من كذا سنه هو انعمل راسيو دوندتمان، انه اليوم الانسان ما له حق يتدين سقف اكثر من 33% من مدخوله، فاذا هيدا بيحمي نوعا ما، والا كنا رايحين على كارثه قريبه. هل انا مع او ضد؟ انا شخصيا بتدين للاشياء الاساسيه، قلت لك انا بتدين لبيتي، ما بتدين لحتى اعمل اشياء ثانويه بالنسبه لي، بحمل سلولير على قد ما بقدر بحمله. اللي عم نخلقه حقيقه هو مجتمع بده شغلته هلا ومنه قادر ينطر لقدام لحتى ياخذها لما يكون صار معه المصاري. صحيح. نعم. ما عم نسقف العالم، نحن اللي عم نعمله بالثقافه الماليه اللي عم ننشرها تدريجيا، عم نسقف العالم كيف يقيموا وضعهم المالي، كيف يظهروا من ديونهم العاطله، كيف نفس الوقت يعرفوا يضبوا على جنب لو قد ما كان معاشهم. نعم. هون كمان شغله ثانيه بحب يعني اعرفها منك، بما انه قلت يعني المستفيد، يعني بالنتيجه اللي عم بدين عم يستفيد. أكيد. ان كان بنك او ان كان مؤسسه، شو الاستفادة طالما في شكوك كبيرة بأنه اللي عم يتدين مش قادر يكفي بالدين؟ هلأ البنوك الطريقة اللي عم تشتغل فيها سليمة، يعني ما بتدين شخص إلا ما تكون أكيدة أنه رح يرد القرض. لما البنوك عم تدين اليوم قروض شخصية، شو يعني؟ يعني قروض شخصية يعني ما في مقابلها جارنتي، يعني ضمانت. لا سيارة ضمانات، بس بموضوع الدليفري مش ضروري الضمانات. هون هيدي شو بتوصفها؟ هيدي المؤسسة شو بتوصفها؟ من يعني من منظار ماركتينج. أنا مع الطريقة اللي بتسلف فيها البنوك، يلي هي بتطلع هل أنت وصلت للحد الأقصى اللي هو 33% من يلي أنت مسمح لك تدينه لتقدر تعيش، فإذا هالشركة هل عم بتطبق هالحد؟ واحد. اثنين الضمانات، لأنه اليوم البنك بيقول لك بدك توطن راتبك إذا كارت شخصي وبدك تجيب لي كفيل، فبالتالي هو عم يضمن حقه، لانه اليوم لما البنك الناس تتعثر مع الوقت البنك كمان لا سمح الله بفوت بالحيطان، واللي مهدد الاقتصاد بلبنان بعكس كل بلدان العالم هي البنوك. فاذا انا مع البنوك اللي عم تعمله، هالشركات هل هي تطبق هذه المعايير؟ انا لا اظن، ولكنني لست اكيد. وين مصلحه هالنوع من الشركات اللي بتدينك باقل قدر ممكن من الضمانات؟ الفائده العاليه.
يعني اليوم لما بتجي عم تحط فايده 1.80% 1.8%، يعني اليوم عم تاخذ تقريبا 20 24% فايده بالسنه كلها، واللي هي تفوق الفوائد اللي موجوده بالسيستم المصرفي العادي. والمشكله انا بشك انه لو حتى وصلوها كرمال وقالوا لك انه بلا تغطيه بدهم ورقه معاش، اذا قلت لهم ما عندي ورقه معاش ما بعتقد بدينوك لما يكون في شيء عم يرهنوه بالمقابل somehow، لانه بدهم يحموا حالهم بالنتيجه. وهول العالم اللي عم يدينون هول هاي ريسك. نحن هيدي الفقره كانت بدايه نقاش، بدي ارجع ادعيكم يعني باقرب وقت لنكفي، خاصة من موضوع الكريدت كاردز. يعني اليوم انت بتروح على بنك بتفكروا دكانة كريدت كاردز، لانه كل همهم يعطوك كريدت كارد، ليه كيف وين. بلكي بنرجع منيش هذا الموضوع معكم، لانه انتوا على فكرة احسن شخصين ممكن يحكوا عن المصاري على التلفزيون. بريكم بنرجع، شكرا لكم. ثانك يو. الرواية كمان ممكن تكون نمط من انماط المقاومة، وربما النمط الانجح والانجع على مستوى العالم. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01 48 48 80.